لها كده حته قشطه صغيره، ندوبها كده في معلقه عسل ونحطها على الوش، تبقى هيبقى معاكم بالمنظر ده. بصوا طيب انا عامل ازاي، يفطر والله. هنا كده كده خطير خطير، ريحته اصلا ريحته تجنن. 50 جرام من البلح، كوب لبن، 2 كوب لبن سخن، نص كوب من حليب المكثف المحلى، معلقه عسل ابيض كبيره، ومعلقه نشا كبيره في معلقتين متدوبه في معلقتين ميه. اول حاجه هنعملها ان احنا بحطين اللبن بتاعنا على النار. هنجيب بس معلقه كده او مضرب، معلقه صغيره علشان النشا. الحليب على النار اهو المنظر ده، هضيف له الحليب المحلى المكثف، بيدي بقى طعم خطير لطاجن البلح. يعني احنا الطبيعي ان احنا بنحط هعملي وش زي القمر زي ما انتم شايفين كده، الطاجن لما هيطلع بيطلع فظيع اهو الحليب. وبعدين هضيف العسل الابيض، حليب العسل الابيض مش هحليه بالسكر، وكمان مش هحط غير معلقه واحده كبيره علشان الحليب المحلى المكثف اصلا سكره عالي، فده معلقه العسل كده هتظبط معايا الدنيا اهو. سيبه كده يغلي غلوه علشان لما احط النشا يتقل على طول. نجيب بقى شويه ميه كده ندوب بيهم النشا. لازم ندوب النشا الاول، دي مش ميه سخنه، دي ميه فاتره عاديه. لازم ندوب النشا الاول كده كويس جدا علشان ما يكلكعش معانا في اللبن اهو. نجيب بقى الطاجن اللي هنعمل فيه، اللي هنحضر فيه البلح بتاعنا. البلح اي نوع بلح بقى موجود عندكم. وشويه بياخد وقت في الفرن، يعني بتاع ساعه الا ربع ساعه على درجه حراره الاول 200، وبعد كده على درجه حراره 160 كده تمام. هلا بقى نشوف اللبن، نعلي عليه النار شويه. مش هنحط النشا هنا على اللبن، هنحط النشا لما نحط اللبن بتاعنا في الطاجن، عشان لو حطيناه هنا هيبقى مهلبيه الموضوع انتهى خلاص. لكن لازم نحطه هنا ونقلبهم ونسيبه النشا يتقل مع اللبن في الفرن يمسك في البلح كده. طفي عليه النار كده، ضمن احنا دوبناه كويس قوي. نجيب بقى الماسك، فيها اللبن، كبشة كبشة مفيش، لقيتها. بقول لك ايه يا اكرامي، مش عايز تاكل طاجن بلح؟ مش انت هتفطر خلاص قررت؟ اللبن كده لغاية ما هنغطي البلح. بصوا اللبن بالظبط على قد الطاجن بتاعي اهو. ايه بقى اللي هيخلي عندي الطاجن ياخد لون حلو؟ هو الحليب المكثف. هنسيبه بقى خالص لغايه ما يعمل الوش الحلو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي في الطاجن اللي جاهز عندي. الساعه المغرب كتير قوي. هنحط بقى النشا اللي مدوبينه في ميه اهو عليه كده، هو اللي هيخلي النشا اللي هيخلي البلح يمسك في اللبن والحليب المكثف، وده على طول على الفرن زي ما اتفقنا. لما هيستوي معانا وياخد الوقت بتاعه قبل ما يستوي كده يعني في 10 دقايق، هنجيب بقى ايه